شكرا لك ريبي بن جابر. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. بسم الله نتابع هذا المسار وهذا التحدي الصباحي في منافسات السباق المحل الرابع. وفي صباح هذا اليوم نتابع منافسات سن اللقاية مع شعارات أبناء القبائل، وهذه هي الجوائز الكبيرة التي رصدت للفائزين. نتمنى التوفيق للجميع ضمن هذا المهرجان، مهرجان تسعيرة هجن الشحانية. وعلى أرضية ميدان الشحانية نتابع كل جديد في عالم الأصايل وتحديات السرعة مع هذه الأشواط الصباحية. نتابع منافسات هذا الشوط، شوطنا الثامن من أشواط هذا الصباح المنطلق، والذي يخص الجعدان والمسافة هي 5 كيلومترات. هنا الجوائز النقدية القيمة بانتظار الفائزين. نتابع مسار هذا الشوط مشاهدينا الكرام، ونبدأ مباشرة مع المقدمة مع الصدارة الأولى لنتابع مقدمة هذا الشوط، وهذا هو مشعل اللي بدأ بأول ندى في هذا الانطلاق بشعار عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، من يقدم لنا مشعل على البداية الأولى. بينما النقلة إلى المركز الثاني، هذا هو الجارح اللي خذ المركز الثاني، راشد بن خميس بن راشد المنصوري، من يقدم شعاره من خلال انطلاقة الجارح في المركز الثاني. نقلة مباشرة إلى ثالث المراكز، نتابع الاسم المتقدم، هذا هو الصعب اللي وصل في هذه اللحظات، عوض بن نصيب بن عتيق السبوسي، من يقدم لنا شعاره، يقدم لنا الصعب في هذا الانطلاق محتلا لثالث المراكز. بينما على المركز الرابع وتابع الاسم القادم في هذه اللحظات، هذا سياف سالم بن علي الفهيد المري، بدأ يقدم شعاره ويقدم لنا سياف محتلا لرابع المراكز. بينما في المركز الخامس وتابع الأسماء القادمة، هذا لهب خالد بن طالب بن مسلم بن عقيل، يصل في هذه اللحظات ليقدم لنا لهب على خامس المراكز. ولكن شوف الشعار القادم والمتدخل، هذا هو مثل راشد بن حمد العوير المريزيق، من يقدم لنا الشعار في هذه اللحظات. ندانا الأول للمراكز الخمس التي تسير مع أول ندى في أول الأمتار والتحديات وتبادل المراكز اللي نشاهده من خلال هذا الانطلاق الجميل. وخلفها نتابع أيضا أسماء وشعارات قادمة تحمل كل التحديات والمنافسة من أجل الفوز وتسجيل النقطة الذهبية في هذا الصباح على ميدان التحدي. عودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى البداية، وهذا الجارح في مقدمة الشوط على المركز الأول ليقدم لنا المنصوري شعاره، يقدم لنا الجارح على الصدارة والبداية. راشد بن خميس بن راشد المنصوري، من يبحث عن ناموس هذا الشوط من خلال الجارح اللي يتقدم بهذا الانطلاق في القمة والصدارة. بينما تأتي الملاحقة في هذه اللحظات من مثل اللي وصل وغير من موقعه، يبدل من مركز إلى آخر ليتقدم إلى المركز الثاني، راشد بن حمد المريزيق، من يقدم لنا مثل في هذا الانطلاق إلى المقدمة. بينما في المركز الثالث، ثالث المراكز الصعب، يأتي السبوسي بشعاره، عوض بن نصيب بن عتيق السبوسي، من يقدم لنا الصعب اللي قادما في هذه اللحظات من المركز الثالث، غير ليأتي إلى ثاني المراكز. والمركز الثالث هناك الجارح مع شعار المنصوري. بينما المركز الرابع، في رابع المراكز نتابع لهب خالد بن طالب بن مسلم بن عقيل، وخامس المراكز يا سلام تحرك سياف سالم بن علي الفهيدة المري، بدأ يقدم لأن انطلاقة سياف القادم بقوة في هذا المسار الجميل. وشوف الأسماء اللي بدأت تتحرك، بدأت أيضا تزيد من السرعة، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط ما شاء الله، هنا شعار المريزيق على صدارة ومقدمة الشوط مع انطلاقة مثل على البداية الأولى ليقدم لنا هذا الانطلاق الجميل. هنا متابعينا الاعزاء، خير من يمثل ابناء ميدان الشحانيه، هذا شعار المريزيق مع مثل راشد بن حمد بن راشد المريزيق، من يقدم الانطلاق، يقدم لنا مثل 1500 متر يعبر هنا مثل بالصداره. بينما في المركز الثاني، ثاني المراكز مشاهدينا الكرام، نتابع الاسم المتقدم في هذه اللحظات. شوف الوصول من متعب براك بن فهيد الزبدان المري، يصل في اول ندى قادما هنا في هذه اللحظات. وفي المركز الثالث السياف المتواجد، سياف يحتل المركز الثالث وقادم بقوه، سالم بن علي الفهيده المري مع ثالث المراكز. ونتابع ايضا مصوب اللي وصل
في أول ندى مع هذه اللحظات. فاران بن عتيق البريد المري بدأ يقدم لنا شعاره بوصول وانطلاقة مصوب، بينما في المركز الخامس خامس المراكز لهب خالد بن طالب بن مسلم بن عقيل. ولكن شوف الأسماء، شوف الأسماء القادمة 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 في هذه اللحظات، في مشهد جميل من مشاهد المنافسة مع الأمتار المتبقية 900 متر عن خط النهاية. ونتابع هذا المسار الجميل مع المقدمة مع الصدارة، هناك مثل بالصدارة الأولى بالانطلاق الأول والعصا في الإبطان، ما شاء الله وتبارك الرحمن. لا زال هنا مع القيادة الأولى بشعار راشد بن حمد المريزيق، ولكن سياف 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 شن الهجوم للمقدمة بقدومه الكبير سالم بن علي الفيدة المري. ومن الجانب اليمين تحرك وانطلق متعب ومصوب مصوب مصوب يغير من مركز لآخر. يا سلام يا فاران بن عتيق البريد المري، وشوف الشعار الواصل، وصل داهوم لفارس بن دخيل الله القرشي قادم بقوة، وشعار ود السهران اللي وصل اللي وصل في هذه اللحظات المثيرة. لنتابع التقدم مشاهدينا متابعين الكرام مع اللحظات المثيرة أيضا بهذا الأداء بهذا الانطلاق من الرمح راكان بن محمد العمري، ولكن الصدارة سياف سياف سياف. هذا التحليق الصباحي مع راعي سياف، سلام على أداء ما شاء الله وتبارك الرحمن على النهاية، طيران في اللحظات الأخيرة يا راعي سياف. الله 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 الله، هذا هو سياف مشاهدينا الأعزاء اللي سجل هذه النقطة. سالم بن علي الفيدة المري، والسلامات تعبر إلى المملكة العربية السعودية، سلام يا سياف على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني كان الوصول من مصوب لفرام بن عتيق البريد المري، وثالث المراكز المركز الثالث من وصل مشاهدي الأعزاء داهوم لفارس بن دخيل الله القرشي، والمركز الرابع المركز الرابع من نصيب الرمح لراكان بن محمد بن سعيد العمري، وخامس المراكز المركز الخامس وصل الهافي لعلي بن صبيح آل بريص المري. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أو علي بن صبيح بن علي آل بريص المري، هذه نتيجتنا للمراكز الخمس. شاهدنا هذا الشوط وسياف هو البطل هو المتوج، شاهدناه في اللحظات الأخيرة بعرض مثير، شاهدنا في هذا المسار الجميل. ناخذ التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لحظة وصول إلى خط النهاية 7:42 80 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني مع سياف. تهاني لسالم بن علي الفيد المري، وسلام للمملكة، السلام على هذا الفوز والناموس والانتصار. بينما المركز الثاني وصل مصوب في 7:45 67 جزء من الثانية، تهاني لفاران بن عتيق البريد المري على فوز مصوب بالمركز الثاني. داهوما وصل ثالثا في 7:45 81 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لفارس بن دخيل الله القرشي على فوز داهوم بالمركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم.